هذه الندوة التدريبية كجزء من خطة المركز للعام 2019، وتعتبر هذه الدورة المرحلة الثانية من هذا البرنامج. حوالي 20 بلدية مشاركة فيها، يعني من ضمن الحضور كان من ضمن 12 بلدية تم حضورهم بمدراء مكاتب العمل. هذه كبداية دورة تدريبية لتفعيل وتنفيذ برامج تدريبية بالمنطقة الجنوبية في عين المكان، وذلك بالتنسيق مع مجالس البلدية ومكاتب مدراء مكاتب العمل في نطاق البلديات في المنطقة الجنوبية. وهذه دورة تدريبية دورة رفع الكفاءة في كيفية الأداء ورفع الكفاءة الإدارية، لكن تمهيدية. هذه يعني في بداية 2020 احنا قاعدين خطة تدريبية لكافة مناطق الجنوبية، دورات تدريبية محلية.